السائح كتير مننا بيحبوا سيرة الأنبا كراس السائح، كتير مننا بيسموا أولادهم كراس بسبب هذا الرجل الجميل. طبعا الأنبا كراس السائح من قديسي القرن الرابع الميلادي. الأنبا كراس السائح هو من عيلة ملوكية، كان أخوه ملك، الملك ثيودوسيوس. ف زي قديسين كتير سابوا الملك وسابوا الجاه وسابوا الغنى وسابوا كل أموال الدنيا لأصحابها وراحوا جريوا في الصحراء عشان يتعبدوا لله الحي. ومش بس كده، فكرة السياحة وفكرة إن هو الآباء اللي عاشوا في المغاير وشقوق في الجبال والمغاير وشقوق الأرض بعدوا عن الدنيا وما فيها وما فيش حد حتى معاهم يساعدهم. هذا القديس العظيم الأنبا كراس تخيلوا إن هو عاش 57 سنة لم يرى وجه إنسان، 57 سنة ما شافش وجه إنسان. وطبعا اتقابل خلال رحلة حياته مع أكتر من قديس، وهو اللي كفن القديسة إيلاريا. ويمكن حاجات كتيرة كده ممكن نقول عن هذا القديس البار السائح، لكن دايما بنطلب شفاعته وبركته تكون معانا. شفاعته قوية وربنا دايما بيدي وبيكرم، أكرم الذين يكرمونني. كل ما الإنسان بيدي ربنا دايما بيديله أضعاف وأضعاف خير، ويديله محبة، ويديله السيرة الحلوة النقية اللي بيفضلوا الناس يتنقلوها. شفاعته القوية يمكن كتير مننا جربها، واللي ما جربش أنا بقول لكم جربوا قد إيه الراجل قديس الأنبا كراس العظيم، سيرته جميلة وشفاعته، وبقول مرة تانية أنها قوية. كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما كنيستنا غنية وكنيستنا عظيمة وكنيستنا كنيسة قديسين وشهداء.